السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي وزملائي الاعزاء، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده معادنا اليومي مع معلومه كل يوم اللي بتفيدنا وبتقوينا في مجال مكافحه حشرات الساحل العامه. النهارده درس مهم لناس كتير جدا وقاعده جماهيريه كتيره. الناس البسطه اللي عاوزين يروحوا يشتروا المبيد لكن مش عارفين يشتروا المبيد على اساس ايه، وللاسف بيتم عليهم او بيتعمل عليهم حاجات كتير جدا مش كويسة. بيدوهم مبيدات اللي هي هتنتهي او انتهت فعلا، وطبعا لاني ربة المنزل ما تعرفش او صاحب البيت ما يعرفش المبيد الكويس من المبيد اللي مش كويس، فبياخد المبيد وبيمشي ما يقدرش للأسف يرجع بيه تاني. كويس، النهاردة في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نقرأ ملصق العبوة بتاعت المبيد علشان رابط البيت ببساطة تنزل تشتري المبيد وهي عارفة بمجرد ما بتمسك العبوة تمام هتعرف تشتري ايه بالظبط، ومحدش يقول لها او البياع ما يقولهاش تاخدي ايه ومتاخديش ايه. هي داخلة وتشيك بنفسها على العبوة وتبدأ تاخد العبوة بتاعتها. تعالوا بنا نكمل ونشوف هنقول ايه في الفيديو، بس يا ريت لو بتشوفني اول مرة شارك في القناة، فعل زر الجرس، شارك رابط الفيديو مع الغير، خليها دعوة عامة بيننا وبين بعض عشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. تعالوا بينا نتكلم. بسم الله الرحيم. النهارده زي ما قلنا هنتكلم ازاي رابة البيت تروح تشتري عبوة المبيد. كويس؟ تمام. غالبية المواطنين بيكونوا مش عارفين يشتروا مبيد ازاي. الغالبية العظمى بيروحوا للبياع ويقولوا له لو سمحت انا عندي حشرة كذا وليكن حشرة بقى الفراش، اديني حاجة كويسة. تمام؟ بنخش البياع او بنلاقي البياع بدخل المحل وطلع لها بعلبة وقال لها ان دي احسن او ده احسن مبيد عندي لبقى الفراش، وبيبدأ يدي نصايحه للست اللي تشتري العبوة او الراجل اللي بيشتري العبوة. عاوزين ناخد بالنا حاجة مهمة، اللي بيبيع ده مجرد بياع مش حد متخصص، مش حد متخصص. هو الكلمتين اللي بيقولهم لحضرتك او لحضرتك اعملي كذا وسوي كذا بيكون عارفهم من حد تاني اشترى نفس العبوة كذا مرة، فبيسأله هو المبيد ده بيشتغل ازاي، بتحطه ايه، بتعمل ايه، هو المبيد كويس معاك. فبيبدأ البياع هو اللي يعرف رأي المواطن في المبيد اللي اشتراه، بناء عليه بيحفظ الكلمتين وبيقولهم لي انا تاني لما اروح اشتري العبوة. كويس؟ تمام. يا ريت ما نسيبش للبياع حق ان هو يرشح لي المبيد. لازم نعرف حد متخصص، حد في المجال، مش حد في مجال البيع والشراء، لا، حد متخصص في مجال مكافحة الحشرات. فرق كبير جدا بين تخصص مكافحة الحشرات كمهندس تنفيذي او حد بينفذ تمام، وبياع مهمته البيع والشراء. ده بياع مسوق. كويس؟ مهمته ان هو يرغب فيا ويحلي البضاعة بتاعته في عيني علشان اقول له المبيد ده كويس جدا هاته. البياع مهمته ان يبيع المادة اللي عنده، حتى لو المادة اللي عنده انتهت فعلا او قربت تنتهي بيبدأ يصرفها من عنده. وانا معرفش، ما انا مش متخصص، انا مواطن عادي ورحت اشتري العبوة، فببدأ اقول له اديني حاجة كويسة. طبعا هو مش متخصص هيديني صنف كويس، هو كان عارف من الاول ان ده كويس للبق لاني جربه عميل واثنين وتلاتة فبيدهوني، وانا باخد العبوة منه وبمشي بس كده، بدفع ثمنها وبمشي. في امور كتير لازم اشوفها انا بنفسي في العبوة قبل ما اتأكد من سلامة العبوة والمنتج اللي جوه العبوة قبل ما اخدها وامشي، ما اخدهاش وادفع فلوسها وارجع تاني واقول له المبيد ده مش كويس، هيقول لي لا انت خدتها وفتحتها واستخدمتها، ما بالك ان انت ما فتحتهاش وعايز ترجعها، ربنا كرمك بحد مثلا متخصص وقال لك لا المبيد ده مش كويس ورجعه تاني، فانت تعبت تاني ورجعت نفس المشوار تاني في الحر اللي احنا فيه ده عشان ترجع العبوة.
كويس، هتلاقي في مشكله مع البياع، لان البياعين عاده الوجه اللي بيقابلك فيه وهو بيبيع غير الوجه اللي بيقابلك بيه لما ترجع له البضاعه، بيبقى بقى مشحون وعصبي ورد فعله سريع، ان هو ما بيصدق يصرف منتج من عنده او يبيع بضاعه من عنده. فانت هتاخد معاه وقت وجهد لحد ما يقبل يبيع منك او يرجع لك المنتج اللي هو اداهولك. النهارده مهمتنا نفسر اللوغاريتمات اللي على العبوه او اللي على الملصق اللي موجود على العبوه قدامنا، علشان نعرف الملصق بيقول ايه، وانا كست بيت عاديه خالص او مواطن عادي خالص، بمجرد ما اشوف الملصق ابدا افك الطلاسم اللي عليه واللوغاريتمات اللي عليه، لاني انا كمواطن عادي مش عارف ايه اللي مكتوب. حتى لو انا قريت ما هو مش عارف استنتج، لازم حد متخصص يبدا يشرح لي ايه ده علشان اعرف ده فايدته ايه. كويس؟ تمام. اولا حضرتك رايح تشتري المنتج بتاعك او الموديل هتشتري ليه؟ لاني حشره، حشرات زحفه ولا حشرات طايره ولا قوارض؟ حشرات زحفة. عندك بقى فراش وراح تتعامل او راح تشتري منتج علشان بقى فراش. كويس؟ تمام. اولا حضرتك اول معلومة لازم تعرفها، المنتج اللي انت هتشتريه ده مبيد صحة عامة. مبيد صحة عامة يعني العبوة لازم يكون مكتوب عليها مبيد صحة عامة، مبيد افات صحة عامة، والكلمة واضحة قدام حضرتك وضوح الشمس. تمام. في حاجه تاني، مبيد صحه عامه مش هو بس، لا ده في كمان حشرات اللي مرسومه على العبوه او المرسومه على الملصق حشرات صحه عامه، اما بعوض اما ذباب اما صراصير اما بقى فراش، يعني الحشرات المنزليه صحه عامه، يعني الحشرات المنزليه اللي في بيتي وفي بيتك. كويس. تمام. يعني ما ينفعش اشتري منتج مكتوب عليه مبيدات زراعية او مبيد زراعي او مبيد بيطري. ممنوع اشتري مبيد بيطري، ممنوع اشتري مبيد زراعي، وهنعرف ليه بعد شوية. كويس. خلينا واحدة واحدة نمشي مع بعض عشان ما نتوهش من بعض. يبقى اولا داخل المحل علشان تشتري منتج حشرات زحفة لبق الفراش، وتعرفنا ان المنتج او المبيد لازم يكون عليه مكتوب ومدون مبيد صحة عامة، يعني ما تكتفيش بالكلام المرسل اللي بيقوله البياع اللي قدامك. البياع اللي قدامك مهمته يحللك المنتج، يحللك المنتج. كويس. يبقى انت شفت العبوة؟ شفتها بنفسك. عينت العبوة؟ عينتها بنفسك، ولازم تمسكها زي ما انا ماسكها، مبيد صحة عامة وفي صور حشرات الصحة العامة، الحشرات المنزلية مش الحشرات الزراعية، مش الحشرات الزراعية. اي حشرة انت هتلاقيها مرسومه وانت مش عارفها، ثق ان دي حشره زراعيه، او هتلاقي قدامك رسم النباتات، او هتلاقي عندك مبيدات زراعيه او مبيدات بيطريه. وفي حاله المبيدات البيطريه هنلاقي في بقر وجاموس وماعز وخرفان، يعني مش هنلاقي الصور العاديه بتاعت الذباب والبعوض والسوس وبقى الفراش والصراصير. لا، في البيطري هنلاقي المواشي والابل اللي هي البقر والجاموس والماعز والخرفان، دي البيطري، والجمال بيطري. كويس. لكن الزراعي يعني النباتات الزراعية، النباتات الزراعية، الحشرات الزراعية، مش حشرات الصحة العامة. يبقى دلوقتي هنفك مع بعض الطلاسم ونلاقي الموضوع سهل جدا معانا، مبيد صحة عامة، صور الحشرات. تمام. بعد كده نيجي للمنتج، المادة الفعالة في ايه؟ المادة الفعالة في ايه؟ هنلاقي هنا مكتوب التركيبة، أي مبيد، أي مبيد، بتلاقي لازم نعرف ايه المنتج اللي جوه. حضرتك لو مش عارفه لازم المتخصص يكون قال لك عليه. لو أنت كلمتني هقول لك هات المبيد الفلاني المادة الفعالة بتاعته كذا. المادة الفعالة بتاعته كذا، وممكن على فكرة ما أقولكش الاسم التجاري، ما اقولكش الاسم التجاري للمنتج، لان بيختلف الاسم التجاري مع كل بلد. يعني الاسم التجاري، انا هنا دلوقتي في البحرين، الاسم التجاري في البحرين غير الاسم التجاري في مصر
غير الاسم التجاري في السعوديه. لكن الثابت ما بين مصر والبحرين والسعوديه هو الماده الفعاله. الماده الفعاله ما بتتغيرش، ثابته، لكن الاسم التجاري هو اللي متغير. فانا ماليش دعوه بالاسم التجاري ايا كان الاسم التجاري ايه هو. دايما ابص على الماده الفعاله اللي المهندس قال لي روح اشتري الماده الفعاله اللي اسمها كذا. يبقى لازم ابص على الماده الفعاله ونسبتها كام. يعني هنا عندي الماده بتاعتي في المبيد بتاعي اسمه سايبر بسرين، التركيز بتاعي اللي مكتوب على العبوه 10%، يعني سايبر بسرين بتركيز 10%. تمام تمام، هو ده المهندس قاله لي، هو ده المهندس قاله لي. طب في حاجه تاني مكتوبه تحت الماده الفعاله، في حاجه اسمها المواد المضافه. المواد المضافه ايه هي؟ المواد المضافه دي اللي هي بنسبه 90%. لو ركزنا هنلاقي 90% دي بتبقى مواد حامله مع المواد الفعاله بتزود فعاليه المنتج اللي انت تشتريه. يعني 90% لما بيتحدوا مع الماده الفعاله اللي هي 10% بيخلوا المنتج قوي، بيخلوا المنتج قوي. تمام، يبقى لما هتروح تشتري والمهندس ادالك الداتا كامله قبل ما تروح تشتري وقال لك هات لي سايبر مسرين 10%، ما تخليش البياع يقنعك بماده ثانيه. لان في حالات كتير البياع بيقنعني، هو البياع اساسا ما عندوش سايبر مسرين مثلا، فما بيقوليش ان هو ما عندوش سايبر مسرين. ما هو لو قال لي انا همشي من عنده واروح اشتري من مكان تاني، فالبياع انصح بيعمل ايه؟ بيقول لك لا 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 سيبك من ده، انا عندي ماده. تمام تمام التمام، ايه يا سيدي اللي عندك؟ انا عندي بص ماده جباره بس 5%، بس جباره الجبار يا ابن الناس. المهندس قال لي هات 10%، سيبك مهندس مين يا عم؟ انا في المجال هنا ببيع وانا عندي ناس كتير بتشتري. كويس؟ تمام. هنا في الوقت ده بيتعمل لك غسيل مخ وانت واقف. بيتعمل لك غسيل مخ وانت واقف، بيقنعك بكل السبل المنتج بتاعه هو احسن من المهندس قال لك عليه. انت بقى نسيت ان المهندس اللي انت كلمته والمهندس اللي قال لك اعمل كذا، الراجل ده عنده خبره طويله في المجال بتاع المكافحه، مش بتاع البيع والشراء. مش بتاع البيع والشراء. المهندس علشان انا عارف الحشره اللي عندك وكثافتها فبيرشح لك انسب مبيد وبالتركيز المطلوب. ما هو المهندس المفروض ممكن هو لو عادي خالص كان ممكن يقول لك هات الماده ام 5% او ال 2.5%. التركيزات في السوق اما 2.5 اما 5 او 10%. تمام؟ ما هو المهندس لو عارف ان الماده دي قويه كان رشحها لك من الاول، كان قال لك بدل ما تشتري ام 10% اللي هتلاقيها اغلى، يعني ال 10% هتلاقيها اغلى. تمام؟ كان قال لك هات 2.5، اكتفي بال 2.5. لكن عارف المهندس ان الحشره اللي عندك عنيده، تمام، ولازم لها مبيد قوي، فعلشان كده رشح لك سايبر مسرين 10%. فلازم انت نازل علشان تشتري الماده اللي اتقال لك عليها اللي هتجيب فعاليه من المهندس اللي هو اصلا شغال في المجال. كويس؟ يبقى ماليش دعوه باللي بيقوله البياع، يقول اللي يقوله من هنا للصبح، انا عاوز المنتج بتاعي. ما عندكش يبقى شوف مكان تاني واشتري منه المنتج بتاعي. يبقى عرفنا ان احنا نسيبنا خالص من الاسم التجاري، لازم نركز من الماده الفعاله نسبتها كام في الميه. لو انا عندي بقى فراش، لو انا عندي بقى فراش بلاش اشتري ماده فعاله 2.5، بلاش اشتري ماده فعاله 5، يا ريت اشتري ماده فعاله 10 عشان تكون قويه، علشان تكون قويه. نبقى متفقين؟ لما انا اشتري الماده ما اشتريش الضعيف، اشتري دايما القوي اللي هي 10%. ما فيش 10% وفي 5% وفي 2.5، يبقى ما تشتريش ال 2.5. في الحاله دي اشتري ال 5%. يعني انت في مكان استثنائي وعندك مشكله ضروريه وملحه في البيت عندك ولازم تحلها في اسرع وقت وما عندكش ال 2.5 و5، يبقى في الحاله دي اختار ال 5%. كويس؟ تمام. يعني ما عندك المقارنه ما بين مبيدين واحد 2.5 وواحد 5، يبقى هات ال 5 وابدا اشتغل بيه. نغير او نكمل. المنتج مبيد حشري بايرو 3 دي على هيئه سائل مركز
قابل للاستحلاب. يعني ايه الكلمه دي او يعني ايه فك طلاسمها؟ يعني بمجرد ما ابدا احطها مع الميه بتبدا تعمل وسيط ما بين الماده والميه ونلاقي لون ابيض لبني، لون اللبن بالظبط مستحلب. ده المعروف بالكلمه بتاعت موبيل حشيد بايو 3 دي على هيئه سائل مركز قابل للاستحلاب. ده سائل مركز لما احطه في الوسيط، الوسيط بتاعنا اللي هو الميه، بيبدا يتعامل كويس وبنلاقي فيه محلول. لما هو محلول الرش بيبقى لونه زي لون اللبن بالظبط. كويس تمام، شفنا الماده الفعاله وشفنا موجود صحه عامه وشفنا صور الحشرات اللي هي صحه عامه. بعد كده بيجي اهم حاجه انا هركزها لكم في الكاميرا، ده تاريخ الصلاحيه. لازم ناخد بالنا منه كويس جدا، تاريخ الصلاحيه، المنتج اتعمل امتى وليه تاريخ صلاحيه قد ايه. المنتج اتعمل قد امتى بالظبط، يوم كذا، شهر كذا، سنه كذا، وتاريخ الصلاحيه او تاريخ الانتهاء بتاع المنتج مكتوب على العبوه، اما يكون مكتوب على غطاء العبوه او على جسم العبوه نفسه او على اخر العبوه. كويس، واتاكد ان العبوه مقفوله محكمه الاغلاق مغلقه، واتاكد من الحجم او من الكثافه، او لما امسكها ده لتر يبقى احس انه تقيل فعلا لتر، ما احسش ان هو خفيف. لان في كتير بتحصل ان انا بشتري المنتج على انه لتر، لكن لما اروح البيت بلاقيه ثلاث ارباع بلاقيه، والموضوع بيحصل، الموضوع بيحصل. يبقى اتاكد ان العلبه مقفوله ووزنها فعلا يجيب اللتر، وشفت تاريخ الصلاحيه ان لسه قدامها فتره طويله، ما اجيبش تاريخ صلاحيه قدامه شهر وينتهي. لان العبوه انا مش هستعملها كلها على فكره من مره واحده، ده لتر كامل، ده لتر كامل كتير جدا ان انا استخدمه في شقه، ده كتير جدا. انا بشتغل ب 80 سم ب 100 سم تمام، الباقي ده هيبقى موجود معايا خام، هيبقى موجود معايا محتفظ بيه اسف ابقى محتفظ بيه تمام. اللي يهمني اجيب العبوه، اخد قد ما اخد من العبوه والباقي هحتفظ بيه في مكان امين. العلبه هتقعد معايا بقى شهر 2 3 4 مش مهم، المهم تاريخ الصلاحيه لازم يكون ممتد. يعني ما انزلش اجيب وبيد النهارده وابص في النتيجه في التاريخ الاقي ناقص شهر واحد وينتهي، هعمل فيه ايه شهر واحد ده؟ يا دوبك هعمل منه مره واحده بس واركنه جنبي 15 يوم ولا 20 يوم، لما اجيله تاني الاقي انتهى خلاص كده، خلاص باظ مني المبيد وتلف. يبقى لما اجيب المبيد واشتريه لازم يكون قدامي سنه كامله على الاقل، سنة 22 الانتاج بتاعه سنة 22 يعني لسه حديث، وقدامي سنتين كمان، قدامي سنتين كمان يعني اعمل فيه البدع. يعني ده هيبقى موجود جنبي في البيت بتاعي سنتين كاملين من غير ما يبوظ. اي وقت بقى يجي لي حشرة بقى، ادي لصاحبي، ادي لزميلي، ادي لجاري عنده مشكلة او صدقة عني، زي الرشاشة بالظبط صدقة عني. كويس، يبقى لازم تاريخ صلاحية اجيبه ممتد. يبقى تاريخ الصلاحيه عرفناه، وعرفنا بيبقى موجود هنا على العبوه، على قطر العبوه او على جسم العبوه او على اخر العبوه. وعرفنا المنتج مش مهم الاسم التجاري لانه متغير ما بين الدول، لازم نبص على الماده الفعاله والتركيز بتاعها قد ايه، ولازم نعرف ان هي مبيد صحه عامه مش مبيد زراعي مش مبيد بايطاي. ونشوف الحشرات الحشرات الصحه العامه موجوده عليه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابعد المبيد عن متناول الاطفال، ممنوع المبيدات تكون قريبه من الاطفال، زي ما احنا قلنا ممنوع نرش اساسا في وجود طفل، في وجود حيوان اليف، في وجود سيده حامل، في وجود سيده بترضع، ممنوع. ممنوع اللي بيرش يكون عنده كحه، يكون عنده برد، ممنوع، لانه بيبقى لابس كمامه تمام وهو عنده زكام ورشح، ممنوع يرش، حتى لو كان مهندس، حتى لو كان فني وعنده المشكله دي ممنوع يرش في الوقت ده. كويس، لان اللي بيبقى هو لابس الكمامه بمجرد ما بيعطس، والماسك اللي بيبقى لابسه غالي اللي هو 3 ام غالي، بمجرد ما بيعطس الماسك باظ خلاص عليه تمام. ففي الحاله دي ممنوع يرش، زي ما حضرتك برضو ممنوع ترشي لان المبيد قوي ريحته قويه جدا ما
ممكن تغمى عليكي او يغمى عليكي وانتي بترشي، فممنوع. لازم، احنا قلنا الفيديو السابق الاشتراطات، لازم يبقى فيه كمامه، لازم تبقى قاعده قدام فيديوهات، قاعده حد بيدربك تعملي ايه وتسوي ايه، بتشوفي الفيديو قدامك التنفيذي بينفذ ازاي، ايه هي الاشتراطات بتاعتك كنت بترشي، الامان بتاعك كنت بترشي، ايه اللي بتعمليه بعد الرش علشان يحققي شر المبيدات، وبعدين ابدا اتعاملي مع المبيدات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا المبيدات، المبيد بتاعي نختاره على اساس ايه، 1 2 3 كويس، دي اهم حاجه بنختار المبيد عليها. بعد كده بنلاقي ظهر الملصق، في حاجة تانية، في جدول بياني زي ما احنا شايفين. بجدول ده بيقول لك ايه؟ بينوع لك الحشرات ما بين ذباب، يرقات البعوض، البعوض البالغ، والصرصور الامريكي. بينوع لك الحشرة، كل نوع حشرة قدامها التركيز بتاعها. انا دلوقتي مش عارفة التركيز بتاعي والمهندس مش موجود عشان اسأله التركيز كام. العبوه اللي انت هتشتريها قدامها نوع الحشره اللي انت هتتعامل عليها، وقدامها التركيز بتاعها اللي انت هتركز عليه، تمام. وقدامه طريقه الرش، اما بالرشاشه، اما تشتغل جهاز ضباب، اما تشتغل باي جهاز تاني، المهم ان هو هيعرفك هترش ازاي. كويس، هنا يبقى في تنوع الحشرات لو واضح في الكاميرا وانا هزوم عليها، تمام، ما بين اكتر من حشره، الصرصور الامريكي، البعوض البالغ، يرقه البعوض، والذباب. وقدامه معدل التركيز، وقدامه طريقه الرش ازاي. كويس، بعد كده بيجي يقول لك التخزين، خزن العبوه دي في مكان امن، في جو جاف، جو الغرفه، في نفس العبوه. يعني ما ينفعش افضي العبوه دي في عبوه تانية، وخصوصا ممنوع افضي العبوه دي في عبوات ميه او ازاز الميه المعدنيه، ممنوع. لان احنا قلنا بمجرد ما بيختلط الماده المركزه، ماده العبوه المركزه مع الميه، بيديني محلول زي اللبن. ممكن الطفل الصغير تلقائيا من غير ما يعرف ان ده مبيد فبيشربه، لان هو بالنسبه له ده لبن فبيشرب، تمام. ففي الحاله دي لازم يتلحق وتعمل له غسيل معده فورا. كويس، عشان كده احنا منعنا نحط او نغير العبوه بعبوه تانية. لازم عبوه المنتج تكون فيها المنتج او المبيد بتاعنا، ما يحطش في مكان تاني، تمام. بنلاقي بعد كده في التخزين هيبقى بعيد عن الاطفال، بعيد عن الاكل، بعيد عن الشرب، وممنوع عن الرش، وفي اكل وفي شرب، ممنوع عن الرش، واللي بيرش بيدخن او بيشرب سجاير او بيشرب ميه او بياكل، ممنوع. كويس، تمام. ايه تاني؟ لازم لو العبوه دي خلصت ليها مكان او اشتراطات علشان اتخلص منها بطريقه سليمه. ما ينفعش افضيها واحط فيها اي منتج تاني، يعني قلت العبوه خلاص فضيت احط فيها اي منتج تاني واتعامل عليه، ممنوع. المبيد بيبدا اساسا ليه اثر باقي، فبيتعبني انا من غير ما اخد بالي ومن غير ما احس. فلازم العبوه دي خلصت، لازم تتعدم في مكان امين، نحطها في كيس بلاستيك اللي هو كياس الزباله السوداء، تمام. وافهم بتاع الزباله اللي بياخد مني الزباله بتاعتي او القمامه بتاعتي ان دي عبوه مبيد، وهو هيبدا يعدمها بطريقته، لان هم برضو عندهم اشتراطات ازاي يعدموا ويتخلصوا من العبوات بتاعت المبيدات. بعد كده بيجي لنا احتياطات التداول والاستخدام، يعني ايه اللي ينفع اعمله ومعايا المبيدات، ايه اللي ينفع اعمله في البيت بتاعي، ماشي. بيقول لك ايه؟ لا يوصل بخلط المبيد مع مبيد اخر، لانهم عارفين ان المبيد سايبر مسرين 10% قوي، فبيقول لك ما ينفعش تحطه مع مبيد تاني علشان تقول نزود فعاليته، لانه اصلا 10% ماده قويه، فما تحطهاش مع مبيد تاني. كويس، بيقول لك لازم تلبس المهام الوقايه بتاعتك، لازم تلبس السيفتي الكامل بتاعك. يعني يا مهندس او يا فني لازم تلبس اليونيفورم، لازم تلبس الكلوبز، لازم تلبس الماسك، لازم تلبس الشوز المخصص للرش. كويس، تمام. ما ينفعش ترش باللبس العادي، لان المبيد هينسكب عليك اثناء الرش، وما ينفعش تلبس تمشي بيه كده علشان المبيد بيبدا يتفاعل مع اللبس، بيبدا يتفاعل لحد ما بيوصل لجسمك تحت اللبس.
تمام؟ بيقول لك ما ينفعش تشم الغاز بمجرد ما بتفتح العبوة، ما ينفعش تحط مناخيرك قريب من العبوة وانت بتفتح، ما بين المنتج والعبوة في جزء غاز مكتوم بقاله شهور بقاله سنين، كويس؟ بمجرد ما بتفتح العبوة لما بنفتحها في جزء أزدير، بنفتح الأزدير تمام؟ بيبدأ الغاز بيطلع على وشنا لأن احنا قريبين منه، فالغاز بيبدأ يعمل هرش واحتكاك وحساسية، بقعد أهرش في وشي ممكن أقعد أسبوع كامل بتهرش في إيدك وفي وشك، كويس؟ ده نتيجة إن أنت قربت من العبوة وأنت بتفتح العبوة، فالغاز الكاتم جوه أو الكامن اللي بقاله شهور فتح فجه على وشك وجه على إيدك، فبدأ تحس بهرش واحتكاك واحمرار. في الحالة دي بنجيب أي كريم مرطب وبتغسل وشك بالمية بس مش بالصابون، لأن الصابون بيبقى فيه صودا كاوية، الصودا الكاوية لما بتتفاعل مع المبيد اللي على إيدي بيبدأ الهرش يزيد. في الحالة دي أغسل بمية عادية خالص، أنشف، بعدين أحط كريم مرطب، مع الوقت بيبدأ الألم يروح، كويس؟ في حالة الرش ما ينفعش أرش وأنا باكل وأنا بشرب، لازم اللبس السيفتي بتاعي، كويس؟ وباقي الاشتراطات عادي خالص تقراها عادي خالص عندك. يبقى العبوة فكينا اللوغاريتمات بتاعتنا، فكينا الطلاسم بتاعتنا، عرفنا العبوة، محدش يقدر يضحك علينا، محدش يقدر يديني منتج هو عايز يدهوني علشان يتخلص منه علشان قرب ينتهي او انتهى فعلا، ولازم اقدر ان اللتر تقيل فعلا، هو لتر، محسش ان الازازة فاضية، محسش الازازة تلات ارباعها، محسش الازازة نصها، تمام؟ واتأكد من تاريخ الصلاحية والتركيز بتاع المادة اللي اتقال لي عليها من المهندس هو اللي لازم اشتريه. اللي عنده اي تساؤل في الموضوع يسألني وانا هرد عليه. ربنا يكرمكم وما توقعوش تحت براسي اي حد يخدعكم. شكرا جدا واسف طولت عليكم. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. يا ريت اللي بيشوفني اول مره يشترك في القناه، يفعل زر الجرس، يشارك الرابط مع الغير، خليها دعوه عامه بيننا وبعض علشان ننشر العلم بيننا وبعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.